السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في قناتي، قناة موني ستايل، ومعاكي موني منال سليمان. ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. والنهاردة تحدي، وأول مرة في قناة موني ستايل من سنة وثمان شهور أعمل تحدي. تحدي غريب وعجيب، قلت بمناسبة الصيف برضو نعمل تحدي ونضحك شوية ونهرج. لو انتي قاعدة وفاضية وموركيش حاجة، اعملي حاجة تشربيها وتعالي نشوف التحدي هيكون مع مين وازاي. يلا بينا. التحدي النهاردة هيكون مع قناتين من احلى القنوات، دمهم خفاف خفاف على الناس، معروفين جدا طبعا، جرمين وعالم يسرى. زي ما انتم شايفين القناتين معروفين جدا ما شاء الله عليهم، بس انا اول ما فكرت في التحدي ده قلت عايزة اتنين روشين يروشوا الناس المتابعين ونفرح مع بعض ونزقطط وكمان نضحك. النهاردة هيكون تحدي الايد الشمال، ولبست ساعة على ايدي الشمال عشان دايما افتكر ان انا هشتغل بالايد الشمال، مكياج بالايد اليسرى. هعمل ايه؟ هنضحك ازاي؟ هنتفرج ازاي؟ بس نتيجة التحدي انتوا اللي هتقولوه وانتوا اللي هتختاروه، مين فينا هيكسب، يسرى ولا جرمين، مين فيهم ولا موني هيكسب ويعمل لوك مظبوط بالايد الشمال. يلا بينا على اللوك بسرعة. هنبدأ. انا بالنسبة لي عشان الايد الشمال، فكروني دايما اني هشتغل بالايد الشمال، انا هعمل الاول حواجبي عشان اظبطها. اول حاجة دي اكتر حاجة خايفة منها هي والشادو، هعمله الاول، هرسم حواجبي بعدين هرطب بشرتي. طبعا الهدف من التحدي الهزار الضحك. كده هكتب لكم المنتجات اللي استعملتها في الصندوق الوصف تحت، وهنشوف مع بعض بالراحة كده بشوية شوية على موني ونشوف مين اللي يكسب. عايزين متابعين موني ستايل يشجعوها، شجعوني وخليكم معايا. اول حاجة هستعملها هي رسم الحواجب بالايد الشمال. طبعا انا زي ما قلت لكم لابسه الساعة علشان يبقى شوفوا، مسكت اول حاجة الايد اليمين، هاخد الايد الشمال هعمل بيها حواجبي. لا بجد صعبة. نبي بلاش الضحك عشان قدري. لا مش عارف مش عارف، مش عايزين نخسر التحدي يا بنات. كل حاجة هتتصلح ان شاء الله. اقول لكم ايدي عامله كده، ايدي اليمين عامله كده، بتهيألي دي يعني دي اللي هتكون مسؤولة عن الميك اب، الحواجب تكون يعني مظبوطة على الأقل نوعا ما. أنا استعملت بس القلم ده من كيكو رقمه 05. نرجع نعيد تاني على، بصوا ايدي عاملة ازاي؟ لا بجد احنا هنضحك ضحك السنين. لا هنا بس ايه، نمسح شويه نرجع نعيدها تاني. هنظبط ده كله بقى ايه بالكونسيلر بقى. ماشي تخيلوا لو احنا يعني سبحان الله الايد الشمال دي هي اللي بتتحكم في كل حاجه وانتي مش قادره، لو هي حياتك كلها، او بالعكس اللي بيعملوا بالايد الشمال حياتهم بالايد الشمال ويبداوا يشتغلوا بالايد اليمين، اكيد صعبه اكيد قوي. بس ماشي هنظبطها دي بالكونسيلر. اوكي كده خلصنا الحواجب الحمد لله. خد كونسيلر ايج وايت، تمام دايما اعمل لكم كده عشان اوريكم دي الايد الشمال، عشان انا اخد بالي انها الايد الشمال. هاخد بس برشة عشان التنظيف. هو انا المفروض بقى ايه، امسك باليمين والف بالشمال صح كده؟ هاخد بقى بالكونسيلر كده عشان اظبط بس العك كده. بصي تحسي ايد اليمين بترتعش. Don't wanna be numb anymore. Don't wanna play.
كده روضة كده كده روضة كده رضا كده رضا. ايوه ايه رأيكو موني اللي هتكسب؟ هتكسب التحدي. حاسه ان ده احلى من ده صح ولا ايه رأيكو؟ هستعمل المرتب بتاع كيو في وطبعا خلاص بينتحر بس طبعا لحد اخر قطره. عادي ممكن استعمل ايد التانية برضه عادي. احنا لما بنستعمل اليمين بنستعمل الشمال في دهن الكريم مظبوط عشان بس ايه ما تجيش اليمين واليسرى تقولي لا انت استعملتي ايد اليمين. نو 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 نو. استعمل كمان اللي هو الاويل برايمر اويل ده من بيوتي كريشن جليتري كده وخفيف على البشره حلو قوي. دي الشمال اهي لوي كده على فكره يا بنات وبيرطب البشرة بيديها لمعة خفيفة في الصيف حلو جدا. بعد ما رطبت بشرتي هحط الفاونديشن. فاونديشن النهاردة ميبيلين فيت مي رقمي فيه 130. لا صعبة يا جماعة صعبة. تحسي ان ايدي تقيلة كده وانا شغالة وايدي دي تحسي انها مشلولة بس تحسي ان انا عايزه اخد ال كده واعمل كده. موضوع رسم الحواجب ده كنت ناعي همه جدا. تعرفوا الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 10 الصبح. النهارده يوم الجمعه اجازتي من الشغل. من بالليل قاعده بفكر. احنا اتفقنا انا وجرمين ويسرى من يوم الخميس وكل واحده طبعا قالت ايه هنبدا بقى وبتاع واللي يخلص تصوير يقول للتاني. والله ما نمت قاعده افكر لازم اكسب التحدي. كلمة تحدي نفسها حتى لو حاجة ايه من ده فور فان يعني ده ميك اب وهزار لا بس انا نفسي اكسب حتى لو ما كسبتش بس يعني لازم اجتهد لازم الانسان يجتهد. لون الورش احط بس نتيجة عشان عايزة الميك اب بتاعي يطلع احلى ميك اب. حسني معوقة. يا ربي على المنظر. يا ترى جرمين ويسرى عاملين ايه؟ ما تيجي نشوف كده جرمين عامله ايه؟ تعال نشوفها نشوفها وهي محتاسه. ما بعرفش احط اي لاينر بايدي اليمين عشان احطه بايدي الشمال. بتعملوها ازاي دي؟ بتعملوها ازاي؟ ازيك يا بنات انا جرمين من قناه جرمين سليمان. النهارده هعمل معاكم ميك اب لوك بالايد الشمال. كل حاجه هتكون بالايد الشمال. عايزاكم بعد ما تتفرجوا على الفيديو بتاع منال ويسرى تيجوا عندي على القناه وتقولوا اهم حاجه مين فينا اللي كسبت وطبعا معروف ان انا اللي هبقى كسبت عشان نكون متفقين. برافو جرمين. مستنيين نهايه التحدي ونشوف مين اللي هيكسب جرمين وموني ويسرى. تعالوا كمان نشوف يسرى شكلها محتاسه ازاي. يلا نشوفها. والله العظيم لا حرام. مين اللي اقترح الاقتراح ده؟ لانه صعب والله. ازيكم يا بنات انا يسرى من قناه عالم يسرى. النهارده ضيفه عند منال وعند جرمين. فرحانه جدا بالتحدي ده لانه كمان في حاجه بحبها قوي اللي هو الميك اب. وهستناكم تزوروا قناتي ان شاء الله قناتي تعجبكم. هستناكم بس تزوروا قناتي بعد ما تشوفوا فيديوهاتهم وتدوسوا سبسكرايب. بحبكم جدا. باي باي. شكرا يسرى شكرا جرمين. يلا كملوا الفيديو ويلا نكمل التحدي. ما تنسوش يا بنات بعد ما تخلصوا الفيديو بتاعي تروحوا على جرمين وتروحوا على يسرى واكتبوا لي تحت في الكومنت مين هيكسب التحدي. ايه ده الكونسيلر؟ تحسوا ان في حاجه هنا بتحصل مش مظبوطه الناحيه التانية. عايزين نثبت الكونسيلر. هناخد بودرة ماك درجتي فيها لوس باودر ماك درجتي فيها ميديوم. الجديدة اخواتي اخواتي على الشطارة. يا اخواتي ايه يا بنت الشطارة دي؟ استاذة هنثبت بقى بقية الميك اب كله. نعمل كده وناخد الشمال ناخد منها تاني باودر للبشرة كلها وبعدين نعمل كونتور. نعمل باليت ان واي اكس للكونتور. طبعا دلوقتي بقول لك بخلط ده نعمل مناخير
تشجيع مال. انا هدمجه بصوابعي الشمال ماشي، وهاخد الجزء اللي هو اللون الفاتح ده واحطه ايه كده عشان اظبط بيه الخطين اللي انا عكيتهم دول. ان انا هقفل كده المناخير، الكونتور المناخير صعب جدا بجد صعب عشان الستريت لاين ده اللي ده. هاخد من نفس الباليت الان واي اكس، هثبت فوق العين بلون موحد. بقول لكم ايه بنات، انا كده حطيت ميك اب، ممكن احط روج وماسكارا وخلاص، ايه رايكم؟ قولوا لي. هنكمل التحدي، هستعمل اي شادو من ايسنس، كل حاجه بسيطه ورخيصه ومفيش حاجه غاليه، والميك اب بسيط يا بنات، ها بسيط. انا اللي هكتبها او مكتوب هي حتى عليها مليون نوت فيسز، مليون نوت فيسز من ايسنس. اهو الابيض اهو ده هحطه تحت الحواجب، اللون انا باخد بالشمال والله اهو. خرابي خرابي، قلت الاشادو هيبقى سهل، ان انا طالعه على الحواجب يا جماعه، هحط تحت الحواجب. مين يقدر يعمل كده بنات بجد؟ اكتبولي مين يقدر يستعمل ايده الشمال يا ستي في الطبخ، مش هقولك في المكياج. حطي كحل ومسكره، تاني كحل ومسكره برضو سهلين زي ما قلت كده على الايشادو سهلين. ونبي قمر قمر بيستعمل يا اختي. هاخد بقى اللون البيز، ناخد اللون مثلا ده البيج الفاتح ده خالص، ده هو بيج على نود شويه كده ماشي. هنروحوا بقى ايه يا بنات، كسره العين. كانت ماما زمان تقول لي اللي يستعمل ايده الشمال ويبقى مركز فيها يبقى هو العادي، دايما كانت تقول لي استعملي ايدك الشمال مثلا هتيجي كذا. ماما مش هعرف. لا وما احنا نعرف نثبت ان انت عاقله وراكزه ازاي لما تركزي في ايد الشمال وانت اصلا مش متعوده عليها، تبقي انت البنت العاقله الراكزه. مين بقى العاقل الراكز اللي بيستعمل ايده الشمال؟ على فكره العين الثانيه دي، العين الثانيه دي كده اصلا ما اعرفش، مع اني بالايد اليمين ما بحسش بالكلام ده خالص كده تمام. ومين هيكسب التحدي؟ ربع مليون جنيه. ممكن برضو نخلص على كده ويبقى لوك بسيط، لكن لا مين لازم تكسب بجدارة. هناخد الفلافي ستوغانتوتا دي وهاخد اللون البني المحمر ده شوية اهو. طبعا البلد دي انا بموت فيها جدا من ايسنس، عملية وسهلة وتاخديها معاكي في اي مكان. اهو يا بنات وهطلقيه تاني تحت اللون الاولاني الناحية التانية كده تمام. انا بحب اللون البنية دي جدا يا بنات والله، من ايه الشمال يعني؟ ازيكم في الكونتور؟ يجنن يهبل. وندمج بقى، كل ما تدمجي اكتر كل ما اللوك يبقى سهل اكتر، كل ما تدمجي اكتر كل ما ايه شكلك يبقى حلو اكتر وتكسبي التحدي. طبعا هناخد بقى اللون اللي عليه العين اي بلندر، بصوا اهي زغنطوطه كده، هاخد اللون الغامق ده بس هغمق الكورنر الخارجي، قال يعني هعمل لوك ايه فظيع. اهو اللون يا بنات اهو، ربنا يستر. احط كده في الركن بس الخارجي، مش هدخل بيه جوه، هتقل بس اللي ورا ده كده. انا بدات مراتي بالعين اللي هي العين اللي انا بقلق منها، هحطها كده اطبطب كده واسحبها كده. بجد صعبه 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 صعب حاجه اللون الغامق ده بصراحه، مش عارفه اظبطه كويس على الكورنر. بصوا العين هنا في رسمتها اسهل شويه من العين التانيه، بصوا العين دي مش زي العين دي صح؟ مش عارف دي اظبطها كويس بجد، مش عارف اظبطها كويس. الدم طيب كده ادمج شويه، احاول اعملها كده بالبلاش بالفلافي كده عشان اعمل لها دمج واطلعها لبره ممكن تظبط اكتر. ايد يا جماعه مش خفيفه، الايد مش خفيفه في الرسم. ماشي ناخد بقى نعمل بقى الالوان اللي تحت، اللون اللي هو البني المحمر، اللون الفاتح واللون البني المحمر، وبعدين الاسود واعمله تحت العين. لا يا بنات الشادو صعب صعب، واخد وارفع بقى كده اطلع بيه على الجزء اللي بره كده. انتوا واخدين بالكم ان انا بعمل بايسنس الباليت فظيعه يا بنات والله، جميله جدا حتى لو بالايد الشمال تمام كده. ايه
يا رب تنجح يا بتح. نيجي بقى للفرحه الكبيره، للفرحه الكبيره، الايلاينر اللي هو لوريال اللي عامل زي القلم ده بس خفيف الاسود السواد بتاعه. ما انا ممكن احط منه بعد كده احط بتاع ذا بالم ده، فهحط الاول القلم الايلاينر ده علشان يمكن يظبط معايا، وده بتهيألي اصعب حاجه. هنعمل كده واحنا عينينا مفتحه. يعك السنين يعك السنين كده، والقلم مش بيكتب كويس، مفهوش حبر. لا ايه، انا هزود عليه بتاع زبان لان ده سواده ايه، سواده سواده مش قوي، كان احسن والله. سرنا التحدي يا ولاد. وخسرنا التحدي يا ولاد. العين دي بقى اصعب واصعب. اهم حاجه يا بنات تعملوا الايلاينر في الاول وعينكم فاتحه، وبعدين تعملوا بقى ايه المثلث كده اهو، ونملى بقى المثلث كده اهو. في ايه يا بنات؟ اهم حاجه تطلعي مستفيده من الفيديو. يا مامي ناخد زبالنا بس نتقل شويه الاسود ده لانه هنا خفيف خالص. فرشة الفانتا كونسيلر كده ماشي، وهرفع بيه شويه كده بيه كده تمام. نظبط. انا مكحل بيج ده من ايسنس برضو. ايه بقى انت تبقى عايزه كده يا موريك؟ يعني هعمل ايه؟ حاسه ان انا هخرم عيني اصلا. بلاجي بلاجي، وعطى العين سحبه شويه. المسكره احنا هنرمش والمسكره هتبقى ثابته ولا ايه؟ بس مش عايزه احط رموش عشان هو لوك بسيط مش عشان هو صعب. خليها نمسحها بعدين. خلاص كده هحط البلاشر من ايسنس برضو، بعد كده هنحط الروج، مش عارفه التحديد حاجه ايه. روج هايلايتر من بيوتي كريشن. وبكده اكون عملت اللوك كله بالايد الشمال. يا رب يكون اللوك عجبكم وتحدي النهارده عجبكم، والتعاون المتحدي بين جيرمين وبين عالم يسرى. بشكرهم على التعاون الجميل والتحدي الاجمل، وايا كان مين فيهم اللي هيكسب ده عندنا روح رياضيه وبنحب التحدي وبنحب قنواتنا وبنحب بعض كمان. اهلا بكل اللي جاي من عالم يسرى ومن جيرمين، اهلا بكم في قناتي وبحبكم قوي. وما تنسوش في اخر الفيديو لو انت جايه من عند قنواتي الحلوه صحابي الجمال ما تنسيش تعملي لي اشتراك، وتروحي كمان على الانستجرام تعملي لي فولو، وعلى صفحه الفيسبوك تعملي لي لايك. اهلا بيكم وبحبكم، واستنوني في تحديات اخرى.